مساء الخير ومساء النور ومساء الجمال كله في ايد امينه. زي كل يوم اربع الساعه 4 بكون معاكم. هنبدا اول فقره عن الميك اب. وانا عارفه يا ستات ان انتوا بتموتوا في الميك اب، بس اوقات كتيره بتعملوا اخطاء كتيره قوي، فالنتيجه بعد ما بتقعدوا ساعه قدام المرايه تعبانين في اللي انتوا عملتوه، بتبص في المرايه وتقولي لا ده انا شكلي كان احلى من غير ميك اب، لان في اخطاء كتيره جدا عملتيها. هو ده اللي هنتكلم فيه النهارده مع خبيره الميك اب ميرا باسم. مساء الخير وازيك يا ميرا؟ ازيك يا عامله ايه؟ الميك اب ميرا عشان يحلي، لكن للاسف في ستات بتعمل اخطاء كتيره قوي، فبالعكس بتوحش نفسها مش بتحلي نفسها. دي حقيقة. فخلينا كده نمسك خطأ من اللي بشوفه وقولي لنا ايه الخطأ فين عشان ستات تتعلم معانا. طبعا اول حاجة ومتهيألي انا عدتها مليون مرة بس احب اعيدها تاني، لان لحد دلوقتي الخطأ ده بيتعمل وشي بيغير. مشكلة، احنا كل الناس بتيجي تقولي المشكلة دي وشي بيغير ليه؟ في نقط احنا لازم نعملها عشان ما احسش ان الفاونديشن بتاعي غير او شقق معايا في الوش. اوكي. اول نقطه ان احنا ما بنستخدمش تقشير للبشره بتاعتنا. اوكي. التقشير ده بيتعمل مرتين في الاسبوع. أوكي. على الاقل. اوكي. هو بيبقى عباره عن ماسك مقشر انا بقشر فيه البشره، اولا بينظفها بيخليها ناعمه جدا قبل ما احط الميك اب. دي من ضمن الحاجات اللي المفروض احنا نعملها. تاني حاجة ان احنا بنختار الفاونديشن غلط، يعني البشرة ليها ثلاث انواع، البشرة العادية، البشرة الدهنية، البشرة الجافة. انا بيبقى مثلا بشرتي جافة اروح حاطة بتاع الدهنية، ما ينفعش، ده كده اختيار الفاونديشن بتاعي غلط. اوكي. من ضمن الحاجات التانية ان احنا بنختار الدرجة بتاعت الفاونديشن برضو بتاعت اللي انا بحطها على وشي غلط، بختارها أفتح من وشي. من وشي، وهم اللي بيروحوا بيجيبوها بايديهم بعد كده بيقولوا وشي جاي. يا جماعه لازم نختار الفاونديشن مطابقه لون بشرتنا بالظبط ونوع بشرتنا بالظبط، ونعمل مقشر زي ما قالت، ونرطب بشرتنا كويس عشان ما يحصلش التجاعيد. بالظبط. طيب ميرا، حاجه ثانيه، واحده تكون منقيه لون فاونديشن صح جدا وعامله تيست وكل حاجه تمام، وبتقول لي انا لما بحطه بيبقى حلو جدا، لكن مجرد بعد ساعتين لما بنزل بحس ان وشي غمق، ده بيبقى من ايه؟ ده طبيعي، لان بيبقى فيه افراز دهون من البشره بتخلي درجه الفاونديشن تغمق من درجه لدرجتين. اوكي، نعمل ايه بقى عشان ما يحصلش كده؟ انا اعمل ايه؟ اختار درجه الفاونديشن بلاش على ايدي، في ناس تختار درجه الفاونديشن على ايديها. درجه الفاونديشن لما اجي اختارها اختارها يا على الرقبه يا عند الدقن هنا على البشره بتاعتي. ما هي اختارتها صح، هي مشكلتها هي اختارتها صح، لكن اللون بيغمق معاها، هي اختارتها صح. أوكي. بعد ساعتين. اوكي، عشان ما تغمقش نعمل ايه؟ انا ممكن احط درجه يا انا عايزاها نفس تبقى نفس مطابقه للدرجه بتاعتي بتاعت بشرتي، ممكن احطها افتح درجه عشان ما تغمقش. ما تغمقش، هو ما احطش. طب ممكن باودر. ممكن نحط باودر عشان نمتص الزيوت، فبالتالي كده ما احنا هنحط اللوز باودر بتاعتنا عشان تثبته وتمتص الزيوت. تمتص الزيوت. طيب بس برضو هو الفاونديشن معظم الناس بتيجي تقول لي برضو بيغمق درجه، فممكن ناخد نص درجه نص درجه افتح بس. طيب حاجه تانية برضو، يكونوا عاملين الفاونديشن صح جدا. لا خلينا نتنقل للكونسيلر الاول. الكونسيلر تحط كونسيلر تلاقي الهالات زادت مش قلت. اوكي، زادت لان انا بحط كونسيلر على طول. لا، في ناس عندها الهالات زياده. المفروض اعمل ايه قبل ما احط الكونسيلر؟ في حاجه اسمها مصحح. المصحح ده اللي هو الكونتور. بيبقى الدرجه بتاعته اورنج. اوكي، اصحح بيها. اصحح بيها وبعد كده احط الكونسيلر، وبعد كده ادمجها كويس واحط الكونسيلر. طب هل المصحح ده درجه الاورنج ده لكل الناس، ولا في منه درجات، ولا هو ده لكل الناس اللي عندها الدرجه الميديوم؟ بتبقى مناسبه لمعظم درجات البشره بتاعتنا. طيب والخطوط اللي برضو ان واحده تقول لي انا حاسه ان وشي عجز، يا حطيت الكونسيلر من هنا حاسه مش عاجبني، بس انا عندي هالات لازم احطه. اوكي، اول حاجه في كريم بيبقى موجود سعره في متناول الايد جدا. ده بيبقى بيتحط تحت العين قبل ما احط اي حاجه، ده بيقلل الخطوط اللي تحت العين. البرايمر قصدك يعني؟ البرايم هو زي البرايمر. زي هو البرايمر. مش برايمر، هو زي البرايمر. اوكي. ده بحطه اللي هو بيفرد الخطوط بتاعت تحت العين. اوكي. ده
طيب انا دلوقتي مش قادره ان انا اجيبه، مش هقدر اجيبه. انا هحاول اقلل الموضوع ده ازاي؟ في ناس بتيجي تحط الكونسيلر وبعديها ما بتدمجش كويس، اوكي، ما بدمجهوش كويس، واحط الباودر فالخطوط اصلا بتبقى باينه، اوكي، بيبقى في خطوط لان انا ما دمجتش الكونسيلر كويس. فقبل ما احط الباودر بتاعتي تحت العين ادمج الكونسيلر كويس. ادمج الكونسيلر كويس، سامعيني يا ستات؟ طيب بعد الفاونديشن والكونسيلر بيجي الباودر. ناس تقول لي انا وشي كان كويس جدا وظبطت درجه الكونسيلر وظبطت درجه الفاونديشن وكل حاجه، بعد ما حطيت الباودر حسيت وشي اتطفى، وشي غير لون، وشي ما بقاش زي الاول، كان احلى قبل. علشان احنا بنختار درجة الباودر بتاعتنا، لو هو بيضايقها فاحنا بنختار درجة الباودر غلط جدا. ودي معظم الحاجات اللي احنا بنشوفها. درجة الباودر تبقى مناسبة على درجة البشرة بتاعتي والفاونديشن اللي انا اخترته، مش هحس بالحاجات دي خالص. وكمان الباودر لما يعني في ناس بتقولي بتخطط معايا او بيحصل تشققات بعد ما بحطها، صح. دي بقى بنرجع للاول ان احنا ما هيقناش البشرة بتاعتنا كويس. طب مش ايه رايك، طيب بدل ما الناس تقعد تتلخبط وكده، طب ما نجيب باودر ترانسلوسنت ترانسبيرنت. اها، حلوه، كويسه جدا، احسن بدل ما يقعدوا يتلخبطوا في الدرجات وكده، نجيب اللي هي اللوس باودر الشفافه، الشفافه علشان ما تخوتوش دماغكم، صح؟ الشفافه بالظبط، كويسه جدا. ده بالنسبه للدرجه، بس برضو لازم في الاساس، عشان في بنات بتيجي تقول لي ده عيب. ايه ده عيب؟ ان احنا ما بنرطبش البشره، ما بنحطش برايمر، ما هو بصي، هو طبعا انت كلامك 100% مظبوط، ان لازم البشر، لا يمكن ميك اب يا جماعه يطلع شكله حلو لو بشرتك مش نظيفه ومترتبه والخلايا الميته واقعه من، لا يمكن، لا يمكن.